كسبت كام يعني مرة؟ كسبت مرتين. مرتين كسبت مرتين يعني ماشي. تقعد تحضر له قبل وتقعد طبعا. تشوف ده بيتحرك ازاي وده بيعمل ايه. امير هشام معانا. يلا امير هشام. كابتن ميدو تحياتي ليك وتحياتي كابتن سمير كمونه وكابتن رضا شحاته وكل مشاهدي قناه الاهلي. ازيك يا امير عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بيبلغوك تحياتهم امير. سون طيب يا ميرو. طيب يا كابتن. ايه الجديد عندك يا نجم قول لي؟ مفيش، خليني اقول لك ان التمرين ابتدى حوالي بقاله 25 دقيقه بالظبط قبل المران. كان في اجتماع هام جدا ما بين كابتن سامي البدري والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. الواضح ان كان في حديث بشكل كبير عن مستقبل الفريق وعن الاحتياجات الفريق في الفتره القادمه، سواء من تدعيمات او صفقات ممكن يكون محتاجها كابتن حسام البدري خلال الفتره القادمه، خصوصا ان احنا خلاص مقبلين على فتره الانتقالات الصيفيه وهي حاليا خلاص احنا متواجدين فيها دلوقتي. النادي الاهلي مقبل ايضا على مباريات مهمه في دوري ابطال افريقيا وايضا في البطوله العربيه وكاس مصر، بالتالي كان اجتماع مهم جدا بين كابتن حسام البدري والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. ايضا كان في محاضره من قبل كابتن حسام البدري للاعبين اتكلم فيها بشكل عام عن المرحله السابقه تحديدا مباراه الوداد والحاله الفنيه الغير جيده طبعا كان متواجد عليها لاعبي النادي الاهلي خلال هذه المباراه، على عكس ما كان متوقع بشكل كبير وعلى عكس الحاله المعنويه اللي كان متواجد فيها لاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه. اتكلم ايضا عن اهميه المرحله المقبله ومباراه زناكو، طبعا اكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي خصوصا بعد تعقد المجموعه بشكل كبير. المنافسه بقت قويه جدا ما بين زناكو والاهلي والوداد، وايضا مباراه اللي هتتاليها على طول مباراه القطن الكاميروني، اكيد مباراتين هيكونوا حاسمين جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، وده اللي اتكلم عليه كابتن حسام البدري مع اللاعبين النهارده خلال المحاضره الفنيه. ايضا خليني اقول لك ان التدريبات حتى الان تدريبات كلها بدنيه خفيفه، وبعد تدريبات الكره خلال 25 دقيقه من ساعه طبعا ما ابتدى المران النهارده، وهيكون بعد المران في قائمه هيعلنها كابتن حسام البدري اللي هتشهد اكيد اراحه بعض اللاعبين خصوصا ظل ضغط المباريات اللي بيعاني منه النادي الاهلي من ثلاث ايام او يومين ثلاثه بالظبط. اكيد مباراه الوداد في المغرب النهارده او بكره، مباراه انبي بعديها مصري لو ما تاجلتش طبعا، وبعد مباراه زناكو هيتم السفر على طول، فضغط المباريات بشكل كبير جدا. اكيد كابتن حسام بدري هيعلن القايمه وهيكون فيها بعض الغيابات من اللاعبين الاساسيين اللي هيتم اعطائهم قفز من الراحه خلال المرحله دي، لكن لحتى الان الامور ماشيه بشكل جيد جدا في المران يا كابتن ميدو. يمكن بيغيب عبد الله السعيد واحمد فتحي فقط عن النادي الاهلي في مران النهارده، خصوصا ان هم واخدين راحه باذن كابتن حسام البدري. ايضا متواجد النهارده رامي ربيعه التدريبات بشكل طبيعي بعد غيابه بالامس. ميدو جابر كان عنده كازمه كده تعرض لها خلال مران الامس، النهارده متواجد بس يعمل بعض التدريبات التاهيليه عشان يتعافى من هذه الاصابه ويكون ضائق في المرحله المقبله. اخبار عماد متعب ايه يا امين؟ عماد متعب بيشارك في التدريبات بشكل عادي، يعني انا شايفه هو قدامي بيشارك بشكل عادي، واضح ان هو جاهز للمباريات. عماد متعب طبعا كان عنده كادمه في رجله دي عطلته او ما سافرتوش مع الفريق الماتش الوداد، وايضا ما شاركش في مباراه سموحه، لكن واضح قدامي دلوقتي ان هو جاهز بشكل طبيعي ان هو يكون متواجد ان شاء الله في مباراه بكره، واعتقد ان عماد متعب هيكون متواجد ان شاء الله خلال مباراه بكره. اكيد. المهندس محمود طاهر ما كانش في جلسه بينه وبين اللاعبين ولا كابتن حسام بدري بس؟ لا، هو كان اجتماع ما بينه وبين كابتن حسام البدري، يعني هو اجتماع استمر يعني حوالي نص ساعة ما بينهم. الكلام أكيد كلام هام مستقبل الفريق واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة، لكن لا ما كانش في أي اجتماع مع اللعيبة، لكن هو طبعا قابل بعض اللاعبين شد مقدرهم طبعا خصوصا في المرحلة المقبلة المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. تمام تمام. يعني يا أمير أكلمك بعد المران تكون شفت ملامح التشكيل وكلنا القايمة إن شاء الله. بان التشكيل خلال التقسيمة، في تقسيمة بيتم التجهيز ليها دلوقتي بالنسبة للفريق، وأيضا هيبقى في قايمة إن شاء الله هيعلنها كابتن بدري مباراة إنبي غدا إن شاء الله. شكرا. بالمناسبة هيتم فيها طبعا تسليم درع الدوري بشكل رسمي بالنسبة للنادي الأهلي. أكيد. شكرا أمير، هنرجع لك تاني إن شاء الله بعد قليل تقول لنا ملامح التشكيل والقايمة اللي هياخدها الكابتن حسام مباراة إنبي أمير.